بسم الله الرحمن الرحيم متابعي القناة، أسعد الله أوقاتكم في هذا التقرير اليومي عن استعدادات المنتخب الوطني الجزائري في تربصه التحضيري الذي يقيمه في العاصمة لومي في الطوغو. ويوم أمس شهدنا الجديد وهو استدعاء الحارس مصطفى زغبة للمنتخب الوطني الجزائري ليكون رابع حارس في تشكيلة اللاعبين الذي استدعاهم بالماضي لكأس أمم إفريقيا. وتأتي هذه العملية حسب البيان الذي قدمته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم احترازيا بعد الإصابة التي تعرض لها رئيس وهاب مبولحي. أما في الحصة المسائية فشهدنا عودة الحارس رئيس وهاب مبولحي إلى التدريبات بشكل عادي واندمج مع الحراس أين أكمل الحصة التدريبية. كذلك الشيء الجميل هو اندماج المدافع الأيسر ريان أيتنوري مع المجموعة، أين شفي من الزكام الذي كان يعاني منه، وهذا من الأشياء الإيجابية. إضافة إلى ذلك فإننا شهدنا عودة يوسف بليلي إلى العمل في الحصة التدريبية بشكل ممتاز بعد تعافيه من الإصابة الخفيفة التي تعرض لها في الكتف. وبهذا يكون المنتخب الوطني الجزائري لأول مرة يجري حصة تدريبية مسائية بكامل التعداد والمقدر ب 25 لاعب في انتظار التحاق مصطفى زغبة لتشكيلة المنتخب الوطني في الساعات القليلة القادمة. والجميع شاهد الحصة التدريبية التي شهدت أجواء حماسية وأخوية بين اللاعبين، وشهدنا تصريحات كل من عمورة الذي تأسف عن غيابه عن المباراة الأولى أمام المنتخب الأنغولي وأكد أنه قادم إلى كأس إفريقيا من أجل تسجيل الأهداف وإسعاد الجماهير الرياضية. أما فارس الشايبي فأكد على أن كل الأمور ممتازة في الطوغو وأن كل التحضيرات تأتي في مكان يحتوي على كل المؤهلات الخاصة بالتحضيرات للمنتخبات الوطنية. كذلك ياسر العروسي كان له تصريح أين أكد على أنه جاهز لخوض هذه البطولة وأنه اندمج بسرعة مع الفريق وأنه سعيد بتواجده في كأس أمم إفريقيا المقبلة في الكوتيفوار. أما بالعيد زين الدين فقد أكد على أنه يفتخر بتواجده مع المنتخب الوطني الجزائري وأكد على أنه جاهز لتقديم الإضافة للمنتخب. إذن هذه هي أهم المستجدات ليوم أمس للمنتخب الوطني الجزائري، حيث شهدنا استدعاء اللاعب 26 وهو زغبة، عودة رئيس وهاب بن بولحي بعد الإصابة، عودة ريان أيتنوري بعد المرض بالزكام، كذلك اندماج يوسف بليلي بشكل عادي بعد الإصابة الخفيفة. هذا ما أردت أن أقدمه لكم في هذا التقرير الجديد عن المنتخب الوطني الجزائري. سيكون لنا تقرير غدا إن شاء الله لنقدم كل المستجدات فيما يخص منتخبنا الوطني. إلى اللقاء.